أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلنا هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق الله.